سورة ياسين شريف بزمشي وضرب لهم مثلا أصحاب القرية يا رسول الله صلى الله عليه وسلم تلاحظ پانس امتز برونت کن کرتو تامي بشتی هند حال بيان بشتی والن حال وضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء أهل مرسلون يلحظ تمنش تشريفون مرسلو كمو انبياء الصلاة والسلام إذ أرسلنا إليهم اثنين قد سجم كو سجم ها قد كو سجم فكذبوهما بشتي والي مولنا تمو كر شاف انكار دوتو فعززنا بثالث فقالوا پت سجم تريم تي بشتي شاكي ترچ انبياء السلام لقد كتشن انبياء السلام فقالوا انا اليكم مرسلون ترشوي ونك ايش مرسل ايش تلشو وعد كرمن عالم ارواس مز ايش كرو بندگي الله تعالى زانن وعده لا شريك شريك ٹھراوس نك كيا تتاو يتي وعد اي مانيو بندو مبري ما شو كان معبود دپس نحس كهين نحس مانيو بندو مبري ما شو كان رب لوك دپس نحس كهين نحس مانيو بندو مين اطاعت كروا اهن سيهل كر عبادت تو فرمو كيمو انبياء السلام او كي اشو تايكون ام سوزن تايكون تاي پڑھو كلمه اور اخرت پڑھنيو ایمان قالوا ما انتم الا بشر مثلنا تمند بوكه تو اشو اشي اشو تاي تو اشو اشي تو اشو تاي تو تاي خبر گئی وہی نازل تمو کر انکار صاف تمو کر انکار معلوم سمجھو کہ انکار اس کرن اکثر لوگ ہاں کنس کنس پڑھ کلمہ تھی یل تمو انکار کر کیا کر انکار ہم دے قالوا ما انتم الا بشر مثلنا وما انزل الرحمن من شيء انتم لا تكذبون دبک اپو چھونا نعوذ باللہ من ذلك قالوا ربنا يعلم انا اليكم لمرسلون وما علينا الا البلاغ المبين دبوكي اشي بيشك تاكو نبي من سميت اور اشتانوس پیغام واتن سو واتن مرال تمو کو سڑا تمو سے بحث مبا اس دبوكي ين پٹ تو شو نوز بالله من ذلك من هو اس پد گو هو پد گو ي اصل اس تمن شامت گنہن اس کمن اس پد کھڑ تمن خلاص چي کہ ایک نفر پڑ کلمہ کچو کچو ايش مگر سوت زور نوخ نه وجاء من اقصى المدينه رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسالكم اجرا وهم مهتدون سا دون دون كي تميل بوز گام ويل گه جمع جيم چ دمجي ديون يمن اسس کلو شهيد تو يمن ترن صاحبن کرن شهيد كي اس کرو تے سنسار لنرجم کیا ہے لنرجمنکم ولا یمسنکم منا عذاب الیم زبردست سو تم کر واز کیا تم پر تبلیغ قوم اس دپن قوم والو یہس کات مانیو من لا یسب اجرهم مهتدون یم چون تے مزدور مانگن کی ہم چون مزدور مانگن تنخواہ مانگن یم ہدایت اس پر تے کیا گو پت پڑک پانس واز اصلوز بوزناون تیمونی وما لي لا اعبد الذي فطرني واليه ترجعون اه مكي اگو بو کیاز کرنے عبادت پانس ربس ها تمیش پودو کرم امی خاطر مش بی تم سکون گسن واپس اتخذ من دونه آلهة ان يردني الرحمن بضر لا تغن عني شيئا ولا ينقذون اگر خدا امی تکلیف یس وعد ناون مے کو چھڑائی مے کو نہ گس کری مدد برال تقریر مغلون کری پدمن انی آمنت بربکم فاسمعون میں اس پڑ کلمہ کیا پڑ نچ ایمان اور پنس پروردگار فاسمعون لو کو بوجو علل اعلان پت کیا گو ہم تو ایک ایتھت ائے کے گاؤں ول تو کنگ لگائے ہے ان سے میں صاحب اس میں حضرت حبیب کیا حضرت حبیب نجار رضی اللہ تعالی اللہ تعالی کا بھار جو شہید تھی ایتھت ناز کرتا ہے منٹ کڑی ہے اور پروردگارن فرمو اور یہ تو یہ شہید گو روح دراوی ہوتے میں یہ تو لوگ سدھی جانتا ہے کہ ترو ناز یہ سدھی جانتا سی یعنی کیا برزخ اس میں جانتا گو سدھی
بی کورس پرور دکان اکرام احترام زبردست وان گو امس تما کیا گوس دبن کاش مینس قومس کس وات میون پیغام ہاں مینس قومس کس وات میون قیل ادخل الجنہ قال یا لیت قومی یعلمون امس آوان ناس چنتس تمن کاش مینس قومس آشے خبر کیا مینس قومس آشے آئی کس وین تمن شش بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين اكرم پروردگار مغفرت کیا بی بنونس معزز کیا بی کرم اکرام احترام